تنكا تنكا، انت تاخرتي ليه يا زفت انت؟ وبعدين انت كنت بتسلمي عليه ليه؟ هو مسافر؟ قولي لي بسرعه يلا، قال لك ايه وقلت له ايه؟ هي دي مين؟ بالراحه بالراحه عليا، اجاوب على ايه ولا ايه؟ اخلصي بقى. عرفت يا ستي ان البنت دي كانت ماشيه في مره بعربيتها وفي ناس اتهجموا عليها، وهو شافهم وانقذها، ومن ساعتها وهي دايبه في هواه. ياه ده طلع جدع وشه. ايوه طبعا انا قلت لك من زمان. وعرفتي ايه تاني؟ ولا حاجه، هي عماله تجري وراه ومتعلقه بيه، بس هو مش مديها وش، بس بيفكر كده انه يديها فرصه، خصوصا ان انت على طول بترفضيه. بجد هو بيفكر في كده؟ ايوه طبعا. هيعمل ايه يعني؟ طب قولي لي اعمل ايه هنا. بص يا ستي، انا عرفت ان هما بكره خارجين مع بعض، وانت لازم تراقبيهم وتعرفي ايه اخر الاخبار عشان تعرفي تتصرفي. اراقبهم؟ ايه شغل المخبرين ده؟ اراقبهم ازاي يعني؟ يعني انا هخليكي تركبي العربيه وتقعدي من ورا وتشوفي ايه اللي بيحصل وايه الكلام اللي بيدور عشان ساعتها تعرفي تتصرفي. انت هبله ولا ايه؟ ايه شغل العصابات ده؟ خلاص براحتك، انت حره، خلي الولد يضيع من ايدك وتاخده واحده تانية. مش هيضيع ولا حاجه، هو الاسبوع الجاي هيجي يخطبني زي العاده. انسي يا ماما، خلاص هو شايل الموضوع ده من دماغه، هو قال لي كده. وانت اللي لازم تتصرفي المره دي عشان ترجعيه لو انت باقي عليه، لكن لو انت مش عايزاه خلاص انسي الموضوع. ها؟ مش عارفه الصراحه، انا فجاه كده لقيتني بفكر فيه ومتضايقه قوي انه عارف واحده غيري، بس انا عمري ما حبيته ولا فكرت فيه، ده ايه التخلف اللي انا فيه ده؟ شوفي بقى عايزه تعملي ايه. بكره ميعادهم الساعه 6 هيخرجوا مع بعض، ردي عليا على الساعه 5 عشان اعرف اركبك العربيه لو انت عايزه تلحقيه. بصي انا فكرت خلاص من دلوقتي، انا لسه هستنى بكره. انا موافقه، هركب بالعربيه واشوف بيحصل ايه. برافو عليكي، ايوه كده، انت لازم تنقذي حبيبك وترجعيه تاني. خلاص بكره الساعه 5 هقابلك عشان نروح بقى نعمل الخطه. خلاص اتفقنا، يلا باي باي يا عسل. باي. ايه اللي انا بعمله ده؟ معقول انا هعمل كده؟ ايه ده؟ ده انا لسه من يومين بس ما كنتش طايقاه. اوف الدنيا دي غريبه قوي، ولا القلب ده متخلف بيحب فجاه ويكره فجاه، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هي اتاخرت ليه البت دي؟ اتاخرت ليه يا زفته؟ لحد ما اقنعت امي ان انا انزل دلوقتي. يلا بسرعه بقى عشان اركبك العربيه عشان ارجع تاني. يلا بينا. بقول لك ايه، انا خايفه قوي، افرض شافني. مش هيشوفك ولا حاجه. يلا يلا بينا خلصي. وكده نفذت الخطه بتاعتي انا وحموكشه، هتركب العربيه وهتسمع كل حاجه وهتقيد النار فيها. ايوه كده بقى، خلي الحب يولع. البنت دي عبيطه اصلا، بيحبها وهي بتحبه بس هي مش عارفه، لازم حد كده يولع النار علشان تعرف. اه ربنا يديني على قد نيتي وعملي الطيب، يا رب ابعتلي واحد حلوه كده. انا مبسوطه قوي يا حموكشه ان انت جيت النهارده. وانا كمان والله مبسوط ان انا معاكي. لا يا شيخ والله لا اوريك، وعن الناس بتحبيني؟ ايه ده؟ انا سامع حاجه كده. لا لا مفيش حاجه، انا مش سامع. عامله نفسي قال مستخبيه وانا مش شايفه. الحمد لله كنت هتكشف. انا حكيت لماما عليك وقالت لي ان انت جدع قوي وشهم، وعمرها ما سمعت ان في حد باخلاقك، ونفسها تتعرف عليك. يرحمك. وانا كمان والله نفسي اتعرف عليها واتعرف على والدك، بس انا بابايا متوفي. انا اسف جدا، الله يرحمه. لا عادي ولا يهمك، ده بقاله كتير قوي. مسكينه يا اختي. شكلها حلو قوي وهي مستخبيه كده. بقول لك ايه، ما تيجي نطلع الساحل انا وانت؟ ساحل في عينك يا ليله الادب. اه طبعا ما عنديش مانع، هظبط نفسي كده واشوف كام يوم كده ونطلع مع بعض، مفيش مشكله. يا جسمه عايز تطلع معايا الساحل؟ ده انت نورك اسم. بالراحه بقى يا ليله الشك، وقعتيني. يا ريت تشوف بسرعه يا حموكشه، انا نفسي بجد اقضي معاك وقت اطول. يا سن طبعا طبعا انا هظبط نفسي وعلى طول هقولك. انا كمان محتاج الفسحه دي قوي والله. حموكشه هو انت مبسوط في شغله التكاتك؟ اه طبعا الحمد لله رضا. يعني بقول لو انت مش مبسوط انا ممكن امسكك الشركه بتاعتي. يا نهار اسود، انت كمان عايزه تمسكي الشركه؟ يخرب بيتك طلعتيلي منين؟ لا لا انا مبسوط في الشغلانه بتاعتي الصراحه، انا ماليش في جو الشركات والحاجات دي، انا بشتغل ايه وقت ما يكون مزاجي كده رايق، اشتغل براحتي واقعد براحتي، ولا حد يقول لي رايح فين ولا جاي منين ولا اتاخرت ليه ولا عملت ليه، براحتي يعني. وبعدين معلش يعني ما تاخذنيش، انا ما اقدرش اشتغل عند واحده ست. انت جدع قوي يا حموكشه، انا ما عرفتكش من زمان ليه؟ ايه بتقول ايه؟ لا انا مش بقول حاجه، انا كنت افتكرت حاجه كده. آه ماشي. طب تحبي تروح فين النهارده؟ اي حته.
يعني مفيش حتة معينة عايز تروحها؟ بعدين بقى كنا نقعد في اي مكان كده على البحر. يا روح امك، وكمان عايز تقعد معاها على البحر. ايه الصوت ده؟